أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها الحديث الاول من هذا الباب هو حوار بين نبي الله الياس وبين الامام الباقر عليهم الصلاه والسلام وقد ذكر الامام الباقر حاجه الناس الى امام معصوم لئلا يخطئوا في احكام الشرع وليكون المرجع هو بعد رسول الله صلى الله عليه واله فيما اختلفوا فيه الان ياتي سؤال يذكره الامام ويجيب عنه إذا قال المخالفون أن القرآن موجود بين أيدينا والقرآن يكون المرجع وهو يرفع الاختلاف الجواب على هذا الكلام والذي في إحدى صوره قول بعضهم حسبنا كتاب الله. الجواب عليه ان رسول الله صلى الله عليه واله في وصيته للامه لم يخلف القران فقط فيهم بل خلف الثقلين وقال: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. فإذا واحد لم يتمسك بهما، بل زعم أنه تمسك بأحدهما فقد ضل. فلا بد من التمسك بكليهما. زين، الإمام الباقر عليه السلام يستدل بالقرآن الكريم لإفادة هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى في سوره البقره يقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هنا في هذه الايه وهي ايه الكرسي او ما بعد آية الكرسي الله سبحانه وتعالى يقول: هو ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم ونتيجة ولاية الله سبحانه وتعالى لهم أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور زين في زمان رسول الله صلى الله عليه واله، الله سبحانه وتعالى عبر القرآن وعبر تفسير الرسول صلى الله عليه واله للقرآن، كان يخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد". فالقران كان ينزل والرسول صلى الله عليه واله بوحي من الله يفسر القران. "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. في سوره القيامه. فالله سبحانه وتعالى كان يخرج اولياءه من الظلمات الى النور بواسطه القران، وبواسطه رسول الله صلى الله عليه واله. زين، بعد الرسول، كلنا نعلم ان المسلمين اختلفوا اختلافا كبيرا. ما من آية من آيات القران الا وفيها اختلاف في تفسيرها أو تأويلها. فصارت هناك فرق كثيرة. والكل يستدل بالقرآن. يعني الآن أنت تروح إلى الفرق الإسلامية الكثيرة يستدلون بالقرآن. من فرق الغلات إلى فرق النواصب. فهذا يدل على أنه كما في زمان رسول الله كان لابد من مفسر للقرآن يرفع به الخلاف من الله سبحانه وتعالى، كذلك من بعد رسول الله صلى الله عليه واله لابد من مفسر للقرآن يرفع به الخلاف فلذلك أن تقول حسبنا كتاب الله، هذا يخالف القرآن. القرآن يقول ليس حسبكم الكتاب. الكتاب مع تفسير المعصوم. مع بيان المعصوم. والرسول صلى الله عليه واله في وصيته ايضا يقول اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا فالله ولي الذين امنوا يخرجهم الله يخرجهم من الظلمات الى النور فكيف اخرجهم؟ بانزال القران وبتعيين مفسر معصوم لا يخطئ، لأنه لو أخطأ هذا لا يكون إخراجا من الظلمات إلى النور، بل بالعكس هذا إدخال لهم في الظلمات، فلذا هذا الولي لله سبحانه وتعالى الذي يعينه الله سبحانه وتعالى لإخراج أوليائه من الظلمات إلى النور، لازم في تفسير القرآن لا يخطئ. لا يفترق عن القرآن. ولذا شوف الرسول صلى الله عليه واله يقول في الحديث المروي الذي رواه الفريقان علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا معناه ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب معصوم. لماذا؟ لان القرآن لا خطأ فيه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. زين اذا واحد اخطا فانفصل عن القران اما اذا واحد لا ينفصل عن القران ابدا فمعنى ذلك انه كل اعماله وتصرفاته صحيحه وهذا هو معنى العصمه المعصوم شنو معنى؟ المعصوم بمعنى المحفوظ الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بأن حباح بقوة ملكة هذه القوة والملكة تمنعه عن ارتكاب المعاصي اختيارا ليس بالإجبار بالاختيار فلا بد أن يكون هناك بعد رسول الله إمام معصوم لكن بالعكس والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الحكام الظالمون بني أمية وبني العباس الذين تبوأوا السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء هل كانوا معصومين كلا كانوا يخطئون نعم كانوا يذنبون ويعصون نعم فهؤلاء بأعمالهم كانوا يخرجون الناس من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت صيغة مبالغة مثل جبروت وملكوت وأصلها طغوت بالإعلال صار طاغوت كثير الطغيان أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني الإنسان المسلم يؤولون أو يفسرون القرآن تفسيرا غير صحيح يبينون أحكام بارائهم لا هي ماخوذه من الله سبحانه وتعالى بالقياس والاستحسان وما الى ذلك فبذلك يكون اخراج للناس من النور الى الظلمات. زين فبهذا الكلام وبهذا الاستدلال تثبت الكبرى انه لا بد من بعد رسول الله من امام معصوم ولا يمكن ان يعرف الامام المعصوم الا بتعيين من الله سبحانه وتعالى من اين نحن نعرف الامام المعصوم احنا في زمان نشوف علماء زهاد اتقياء في الظاهر غالب الناس لا يميزون بين المعصوم وغير المعصوم لأن المعصوم في الظاهر كسائر الناس، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق؟ الأنبياء بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي. الظاهر التركيبة الجسدية، والتصرفات البشرية كسائر الناس، يأكل، يشرب، ينام. يحتاج إلى قضاء الحاجة، يتزوج وما إلى ذلك، لكنه معصوم يوحى إليه. زين، كيف تعلم بأن هذا هو معصوم؟ بالنسبة للأنبياء عن طريق المعاجز. المعجزة تثبت أن هذا الإنسان نبي معصوم من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للأوصياء العلامة العامة للناس هو أن يعرفه الله سبحانه وتعالى كيف يعرفه الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله الرسول يقول علي مع الحق والحق مع علي هذا معناه أنه معصوم علي مع القرآن والقرآن مع علي يعني معصوم لأنه إذا أخطأ ليس مع الحق في تلك القضية إذا أخطأ ليس مع القرآن في تلك القضية فإذا الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي يعرف هذه العلامة الأبرز بالنسبة للأنبياء المعجزة طبعا بعض الأنبياء بشر بهم الأنبياء السابقون كما أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بشر به الأنبياء الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لكن الظالمون أخفوا ذلك كتموا ذلك لعامة الناس معجزة الرسول صلى الله عليه وآله ومعاجزه وكذلك الأنبياء الآخرين بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام لهم كرامات خارقة للعادة لكن هذه لم تكن لعامة الناس غالباً العلامة العامة هي النص. ولذلك حينما نستدل على ان رسول الله صلى الله عليه واله عين عليا بامر من الله سبحانه وتعالى نستدل بماذا؟ بالاحاديث الشريفة. أطيع الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ثم يقول فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. زين، أبرز مصادق التنازع في الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. زين كيف نعرف أن الخليفة هو الإمام الحسين أو يزيد بن معاوية؟ هو الإمام الحسن أو هو معاوية؟ أو هو الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ أم عثمان ابن عفان مثلا كيف نعرف ذلك فصار تنازع في يوم السقيفة صار تنازع بين المسلمين وبعد ذلك تنازع وإلى يومنا هذا تنازع فإن تنازعتم في شيء ومن أبرز مصادق التنازع على الخليفة من بعد الرسول فردوه إلى الله وإلى الرسول رده إلى القرآن وإلى كلام الرسول فتجد أن القرآن وكلام الرسول يدلان على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن بعدها الأئمة من آل البيت عليهم السلام زين إذا هؤلاء جاءوا وكابروا وقالوا بأنه نعم هناك إمام معصوم لكن نحن لا نعرفه فقل لهم قولوا ما أحببتم الحجة تمت عليكم ثبت أنه بعد الرسول لا بد أن يكون إماما معصوما الحجة ثبتت عليكم لازم تروح تدور على هذا الإمام المعصوم كما أن الذين هم في زمان الأنبياء كانوا إذا سمعوا بظهور نبي ورسول من قبل الله سبحانه وتعالى لازم يحققون، زين النبي هو في مدينة، في قرية، الذين هم في الأماكن الأخرى القريبة أو النائية، كيف يعرفون أن هذا صادق أو ليس بصادق؟ لأن أدعياء النبوة أيضاً كانوا كثيرين، يجب أن يحققوا، يذهبوا ويحققوا لكي يتبين لهم الحق. زين انتم الان ثبت لكم انه يجب ان يكون بعد رسول الله امام معصوم معين من قبل الله، ما يصير تقول انا ما اعرفه. لازم تروح تحقق والله سبحانه وتعالى اذا واحد حقيقة اراد التحقيق لا يكابر، يريد الحقيقة الله يهديه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله سبحانه وتعالى يهدي من أراد الهداية، نعم إذا واحد لا يريد الهداية الله لا يهديه. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أما إذا أراد الهداية الله سبحانه وتعالى يهديه. زين. فهذه الشبهة انه القرآن يكفي بدون حاجة إلى مفسر من قبل الله سبحانه وتعالى اندفعت بما ذكر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. جواب آخر عن هذه الشبهة هو انه القرآن فيه كل شيء تبيان لكل شيء تبيان يعني البيان الواضح ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اذا اريد بهذا الكتاب المبين القران الكريم زين اذا القران كل شيء موجود فيه كل الاحكام موجوده فيه فما الحاجة إلى الإمام؟ الجواب مضافا إلى ما ذكر بأن القرآن يحتاج إلى مفسر. إحنا نحتاج إلى من يطبق القرآن عملا. هذه أيضا مسألة مهمة. أنت يكون عندك دستور أرقى الدساتير. بس أنت تضع هذا الدستور على الرف يعلوه التراب ولا تعمل به ما يكون نافع لك الان المسلمون على الاعم الاغلب يعتقدون بالقران ويتبركون بالقران ويقبلون القران ويستمعون الى تلاوه القران ويبجلون القران وكل هذه أمور مأمور بها لكن من حيث العمل لا يعملون بالقران او ببعض ايات القران لا يعملون ولذلك نرى ان الشرق والغرب تكالب عليهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هاي بالدنيا بالاخره ونحشره يوم القيامه اعمى ان يعني يكون خسر الدنيا والاخره. اذا المسلمون يقيمون الصلاه، يؤتون الزكاه، يحجون بيت الله الحرام. هذه بعض احكام القران يعملون بها. لكن لا يعملون ببعض من احكام القران، على الاعم الاغلب. وان هذه امتكم امه واحده. هل الآن عملا المسلمون امه واحده يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم هل الآن الحريات متوفره في بلاد المسلمين على العم الاغلب انما المؤمنون اخوه هل هل المسلمون عملا يعملون بهذه الآيه يؤاخي بعضهم بعضا؟ وامرهم شورى بينهم. هل هناك شورى بين المسلمين في امورهم واهم امورهم التي هي السلطه؟ لا. القران الكريم كتاب هدايه يحتاج الى مفسر وايضا يحتاج الى مطبق يطبق هذا القران. زين رسول الله صلى الله عليه واله كان يطبق القرآن. الآيات كانت تنزل وكان يطبقها في سلطته على المدينة، ثم توسعت هذه السلطة لتشمل الجزيرة العربية بعد فتح مكة تقريبا. وأمير المؤمنين عليه السلام كان يطبق القرآن في زمان سلطته الظاهرية. يحتاج إلى تطبيق. زين هذا التطبيق إذا كان هناك حكام استولوا على رقاب الناس أو انتخبهم الناس هل هؤلاء يتمكنون من تطبيق القرآن مئة بالمئة؟ إذا هو حاكم ظالم جائر لا يتمكن من ذلك بل لا يطبق حتى إذا تمكن من بعض الأحكام وإذا هو حاكم عادل ولم يكن معصوما في تطبيقه يخطئ وما اكثر ما اخطا الحكام في تطبيق احكام الله سبحانه وتعالى، القرآن لا يامر في التنفيذيات، لا ينهى في التنفيذيات، القرآن احكام كلية، الخوارج حينما خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كان هذا شعارهم الآية الشريفة ماذا تقول إن الحكم إلا لله كانوا يقولون الحكم لله لا لك يا علي زين الإمام عليه الصلاة والسلام في جوابهم ماذا كان يقول كان يقول لا بد للناس من أمير القرآن ليس منفذا يحتاج إلى إنسان ينفذ ما في القرآن يعني أنت الآن في البلدان تقول زين إحنا عندنا دستور خلص ما نحتاج إلى رئيس الجمهورية ما نحتاج إلى رئيس الوزراء ما نحتاج إلى حاكم فلا معنى له لأن الدستور أحكام كلية بحاجة إلى من يطبقها القرآن أحكام هذه أحكام هداية لكن بحاجة إلى من يطبقها زين الله سبحانه وتعالى يتمكن من تعيين امام معصوم ليطبق وقد عين هسه الناس اذا ما قبلوا قلنا هاي المشكله في الناس الان واحد يجي يقول زين الان في زمان غيبة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هالفترة هل تقولون بانه يكون هرج مرج بحيث انه لا يكون حاكم ولا حكومة هذا ما يصير هذا أمر عقلي لا بد للناس من أمير بر أو فاجر ما يصير أن أن يعيش الناس بلا حكم وبلا حكومة زين الإمام غائب فأنتم أيضا تضطرون تقولون بأن غير المعصوم لازم يحكم الناس أسه سواء بر عن الطرق الشرعية أو فاجر عن الطرق غير الشرعية الجواب على ذلك هذا بتقصير من الناس. الله لطف بالناس، عين، لكن الناس رفضوا. ولا زالوا يرفضون. باللسان يمكن يقول، لكن بالعمل يرفض. تشوف ما يطبق احكام الله سبحانه وتعالى. يخالف باللسان يقول انه انا اريد حاكم عادل من قبل الله، يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا لكن بالعمل لا يريد ذلك فالمشكلة في الناس لا المشكلة في أن الله لم يعين كما ذكرنا فيما مضى الله, الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء هسه إذا الناس ما اهتدوا هاي المشكلة فيهم لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا الله أرسل الرسل والناس رفضوا هؤلاء الرسل، المشكلة في الناس هذا مو دليل على أنه نقول زين، فإذا ما كان لازم إرسال الأنبياء، لأن أكثر الناس هؤلاء لم يتبعوا الأنبياء، وحتى الذين اتبعوهم اختلفوا في الكتاب وبغوا وتقاتلوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وتقاتلوا وبل نبي حي غاب أيام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة واتخذ إلى أن يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار غاب أيام ونبي معصوم آخر موجود فيهم لكن رفضوها أيضا وأرادوا أن يقتلوه المشكلة في الناس وإلا الحجة من قبل الله سبحانه وتعالى تمت عليهم زين هذا مقطع من الكلام لإثبات الكبرى أنه لا بد أن يكون مع القرآن مفسر من جهة ومطبق من جهة أخرى وهذا المفسر والمطبق من قبل الله سبحانه وتعالى ويكون معصوما حتى يتمكن من التفسير والتطبيق الصحيح. من هو هذا؟ هو امير المؤمنين علي بن ابي علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام بعد الرسول ومن بعده الامام الحسن ثم الامام الحسين وهكذا الى الامام المهدي. ما هو الدليل على امامتهم في تتمه الحديث؟ يذكر الإمام الباقر جانبا من الدليل نتركه الى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.